أنا ما نقدرش نتزوج بمرأة مطلقة لأن عندها المشاكل وأنا ما قاد على مشاكل. اللهم نبقى في افتقار وهي تبقى لي حتى هي ما تبقاش مزوجة، ما خصهاش تزوج باش ما ديرش المشاكل في حياتها. قبل الزواج خير ليها، غدير هي المشاكل راسها إلا تزوجت، كلشي غادي يطمع فيها. خير ليها ما تزوج. هو المشكل أهم حاجة أنا بالنسبة ليا ما تزوج، خير ليها. عشان نقول لك بالنسبة ليا لا. علاش؟ علاش اخويا؟ حنت المراه مطلقه الا كتكون طلقات الا كيكون واحد السبب ديال الطلاق، سي با بوسيبل ان المراه غتزوج وغتطلق بدون سبب. دونك على حساب السبب، الا كان السبب من الزوج اللي كانت معاه هذيك سي با غاف ما كاينش مشكل، ولكن الا كان السبب من المراه سي با بوسيبل ما يمكنش، حنت غادي تعاود معك نفس المشكل. مطلق مرته، كون كان مزيان ما يطلقش مرته وعاود يتزوج. انا ما نتزوجش. امبوسيبل نتزوج براجل مطلق، حنت هنا ما كاينش العدل. بنت صغيره كيقصوا عليها وكيتعداو لها كيعطوا واحد قد جدها، والمراه المراه اللي كانت مطلقه مسكين محكوم عليها بالاعدام، ما يمكنش لها تزوج واحد صغر منها، ما يمكنش لها واحد تزوج واحد عزري، ولكن الا جابها من اوروبا كيفرحوا به، واخا تكون قد جداه، واخا هذا الشيء يشوفوا فيه، وهذا الموضوع انا عاجبني بزاف وباغا نهضر فيه. الصراحه باغا ما نضيف فيه، خصو يديروا حل، يمنعوا الرجال الكبار يتزوجوا بالبنات الصغيورين. وتا المراه من حقها تزوج برجل صغر منها. علاش حلال على المراه وحرام على الرجل، ولا حرام على الرجل وحلال على المراه؟ هذا مش عدل الصراحه. لا علاش؟ ويلي مطلق يبقى يطلق ويطلق ويطلق ويجي من المره السابعه. مرحبا، علاش لا؟ عادي ما عرفتش، ما عنديش شروط معينه، يكون راجل قد مسؤوليه شو بمعنى الكلمه وصافي. لا ما نقبلش. واه هو قال شي فاسد وهادي، يعني داكشي اللي غيطرى مع الاولى يطرى مع الثاني، يعني ما كاين لاش. المراه دابا البي ماشي بحال بحال وريك لوكازيون. تفضل تزوج مرام. ها؟ تفضل تزوج مرام من الدار. من الدار واه صح. ما نقدرش. علاش؟ لا لا ما نقدرش وصافي. المهم انا ما نقدرش نتزوج براجل مزوج ولا بزاف د الحوايج. وا سا ديبون، يعني الطلاق وحده مطلقه ولا وحده عازبه راه سي لا ميم شوز، يعني تلقى وحده كاع مطلقه ويعني وتفاهم معها وتمشي معها بعيد فضل من وحده مع عاوتاني ما عازبه. سا ديبون، شوف من ما طحتي القرعه فاش جابتك. ما عندي حتى مشكل، يعني الا كان يتهلا فيا ويحس بيا يقدرني، الفلوس يعني ماشي هي كلشي، ما نسولو لا على فلوس لا على والو، الا كان يحس بيا ويقدرني مرحبا. علاش ماشي مشكل؟ علاش الراجل مطلق زعما شنو هو المشكل؟ عادي بحال كالرجال الاخرين. واه الا كانت بعدا بنت الناس ومحترمه وفي المستوى مرحبا، علاش لا؟ ها كمل. ولا كانت اخي ماشي في المستوى كيف قلت لك وماشي بنت الناس وفهمتي، راه طبيعه الحال لا، حق خاصها تكون بنت الناس ومحترمه، حق ماشي اي وحده راه خايبه كتطلق من راجلها.